ممكن تشهد عودة سعد ناطق هذه المباراة؟ سعد عنصر أساسي ومهم على الرغم من أنه مستواه منخفض، لكن لديه القدرة على قيادة الفريق. نعم المسألة، بس إذا رجع سعد يتغير الأسلوب أكيد، راضي غير وفقا على سعد. حتى هو سعد يعني رجوعه جيد، لأنه أنت ماخذيك من ضمن الثلاثة فوق السن القانوني، يجب أن تكون مستعدا لهذه المباريات. سعد أعتقد يعني عنصر فعال، عنصر مميز، عنصر جيد، استطاعته أنه يخدم الفريق في المباريات الحرجة يعني الحساسة. لذلك وجوده مع أقرانه في مباراة المغرب راح يكون عامل نجاح للفريق، أتمنى ذلك. لذلك قلت لك أنه يجب أن نعول على هذه المباراة بين المنتخبين العربيين. بس بنفس الوقت ابتعاده أكثر من شهر عن المباريات صعب جدا، هو إصابة. وهذا السؤال، هل سيدخل بالمنافسة مباشرة في مباراة؟ الخبرة لهذا كافية وينطى دعم، يوفوه بشكل جيد. هو ممكن يلعب للخلف ويلعب أمام سين عامر وزيد، وتلعب منها مصطفى وتلعب أحمد مكنزي بخمسة، خمسة هم لاعبين يعني يعطيك أكثر توازن لك. لو 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 يعني سعد يكون جاهز، لكن لما سعد مجهز خيارات موجوده ممكن يرجع بنفس الاسلوب اللي لعب به اوكرانيا. افهم من كلامكم انتم مع ان نلعب بالخمسه امام المغرب؟ نعم. ضروره ملح، ليش؟ لان هذا الفريق لا يستطيع ان يلعب بالاربعه، وشاهدنا اليوم احنا مع الارجنتين نلعب بالاربعه، مع اوكرانيا والمغرب نلعب بالخمسه. هو المفترض اليوم يلعب بالخمسه. ليش؟ لان يمكن ما طرح على السيد راوس نيشن من قبل المختصين الموجودين معاه سواء كان الاسباني او كابتن عبد الامير انه لا يمكن الاربعه تخدمنا. ليش؟ لان هو بالشوط الثاني مع المنتخب الاوكراني كان جيد بالاربعه، لان المنتخب الاوكراني مو منتخب خطر باستطاعته انه يخطر المنتخب العراقي بحاله فنيه مميزه، بحاله مهاريه. الفريق الارجنتيني يختلف كما ونوعا. قبل لا اختم، افضل